قرآن وواقع. رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. القرآن يحرر الناس من ظلمات الجهل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ملك السماوات، الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، إلى آخر آية. ألف لام راء حروف مقطعة كغيرها من الحروف المقطعة في أوائل بعض السور، وذكرنا مرارا أن الحكمة منها كأن لسان حال القرآن يتحدى المكذبين لهذا القرآن، فكأن القرآن يقول لهم إن القرآن من حروفكم التي تنطقون بها الألف واللام والراء والألف والميم والكاف والهاء والعين والصاد، إذا زعمتم أن هذا القرآن ليس من عند الله ومصنع محمد فاعملوا مثله. كتاب أنزلناه إليك، الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن، والمراد بالكتاب القرآن. كتاب أنزلناه إليك لماذا؟ لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. الظلمات هي ظلمات الكفر، والكفر ستر نعم الله، فالله هو المنعم على عبيده بكل ما يحتاجون إليه من خيرات الأرض والسماء، وطلب منهم أن يتحرروا من العبودية لغيره ويطيعونه لأنه أدرى بمصالحهم، فكفروا أي ستروا نعم الله وأطاعوا غير الله من المخلوق وتركوا طاعة الخالق. فالقرآن أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الهداية والإيمان. لماذا قال عن الكفر ظلمات وعن الإيمان نور أفرده؟ قال عن الكفر ظلمات لأن الكفر أنواع. من الناس من يعبد أهواء وشهوات، أفرأيت من اتخذ إله هواه. من الناس من يعبد بشار الأسد، من الناس من يعبد البقر، من الناس من يعبد كذا. فالكفار أصنافهم متعددة وكثيرة، فعبر عنها بالظلمات، أي الكفر أنواع. وأما النور وهو الحق واحد، وهو طاعة الخالق والتحرر من العبودية للمخلوق. فالقرآن يخرج الناس من ظلمات الكفر والجهالة بالرب سبحانه وتعالى إلى نور الهداية والإيمان والمعرفة بمفاهيم الإسلام وشرائع الله وأحكامه. بإذن ربهم، يعني ما يظن الواحد نفسه أنه هو ممتاز وفعال ومهتدي، لا، هو الإنسان إذا ألهمه الله الهداية يفكر بعقله ويختار الحق وهو طاعة الخالق والتحرر من المخلوق، ويكون هذا بإذن الله. فالمؤمن ما يظن نفسه أنه صار مؤمن رغما عن الله، والكافر ما يظن نفسه أنه صار كافر رغما عن الله، لا، الله تبارك وتعالى خالق فيه ما يريده من الخير أو ما يريده من الشر، فكل ذلك يجري بإذن الله. بإذن الله يهديهم القرآن بإذن الله إلى ما؟ إلى صراط العزيز الحميد، أي إلى طريق الله الغالب الذي لا يغلبه شيء. الحميد أي المحمود في ذاته وصفاته وأفعاله، فهو نعمه على كل خلقه، وهو يقدم لهم كل خير، فهو المحمود سبحانه وتعالى. الله بدل من الحميد، صراط الله العزيز الحميد الله، وإذا وصلنا الله لأنه صار قبل مكسور.
الذي له ما في السماوات وما في الأرض، هذا الذي يطلب منهم القرآن أن ينصاعوا لأمره ويستقيموا على طريقه، هو طريق الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، فهو المالك لكل شيء، والمالك للشيء من حقه وحده أن يتصرف به. أضرب لكم مثال: إذا كان عندي سيارة اشتريتها بمالي وهي ملكية الخاصة، فهل يجوز لأحد أن يأخذها رغما عني ويستعملها ويتصرف بها، ثم إذا احتاجت إلى الوقود قال تعال سيارتك صب فيها بنزين، إذا احتاجت إلى أصلاح تعال صلحها، أقول له خذها هي وأصلاحها وبنزينها، هي ما عادت إلي. فالناس يعيشون في أرض الله وهم ملك الله، فإذا كانوا ملك الله عليهم أن يتصرفوا بما أمر الله لا بما أمر عبد الله. فالطاعة لمن؟ لله. لماذا؟ لأن له ملك السماوات والأرض ملكا وتصرفا. وويل للكافرين، الويل العذاب الشديد لمن؟ الكافرين الذين يعلمون أن الله خلقهم وأن الله يصرفهم وأن الله يصرف اللقمة في جوفهم، ومع ذلك كفروا وأنكروا طاعة الله، فعذاب شديد لهم في الآخرة. لماذا هذا العذاب الشديد؟ يوضحه القرآن أكثر: الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. هؤلاء الكفار المنذرون بالعذاب الشديد، أولا لهم ثلاث صفات: الصفة الأولى يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. يستحبون الحياة الدنيا أي يختارون الدنيا الفانية على الآخرة الباقية. ما معنى يختارونها؟ قد يفهم بعض الناس أن المؤمن ينبغي أن يترك الدنيا ولا يترك شهواتها، وهو لا، الله وضع في الإنسان غرائز من أجل أن توصل إلى أهداف معينة وحدد لها مسالك، مثل السيارة تستخدمها وتسير فيها ولكن بالطريق الرسمي، أما إذا كان نزلت من الطريق إلى الوادي تحطم نفسك. فوضع مثلا، وضع الله غريزة الجنس في نفس الإنسان رجلا كان أو امرأة، حتى يتكامل الكون وحتى يكون الإنسان أسرة ويلتز بهذه الأسرة ويتلذذ بشهوة الفرج من قبل النساء الرجل أو المرأة، وتأتي الأطفال ويربيهم تربية صالحة، فيتكون مجتمع فاضل سليم يعيش الناس فيه بسعادة ورخاء وهناء. من أجل هذا وضع الله غريزة الجنس في الإنسان وجعلها قوية ليتحمل أعباءها ويلتز بأعبائها. فإذا الإنسان تجاوز هذا الحد الذي رسمه الله ووقع في الزنا، زنى بامرأة من الناس فوضع أو ولدا غير ولد زوجها، ثم ينقل الأمراض، ثم يفسد المجتمع. إذن عندما يستعمل الشهوة في غير موضعها يفسد نفسه ويفسد المجتمع ويفسد الحياة على غيره، فيجعل غيره يربي ولده وهو ليس بابنه. فهؤلاء والعياذ بالله تعالى الذين يستحبون الحياة الدنيا، يعني كأن هدفهم في الحياة أن يقضوا شهواتهم، هذه الدنيا كأنه ما في بعد شيء، مع العلم أن الله ما منعهم من قضاء شهواتهم ولكن حدد قضاء الشهوة بطريق يوصل إلى سعادتك وسعادة الآخرين. فهم استحبوا الدنيا أي هدفهم فقط أن يقضوا شهواتهم، ولو تخرب المجتمع ولو فسد الجيل يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، لا يؤمنون بالآخرة ولا يهمهم أن ينالوا عذابا أو ثوابا في الآخرة. الصفة الثانية ويصدون عن سبيل الله، يمنعون الناس من طاعة الله. الفاجر أيها الإخوة، هل يرضيه من المرأة أن تتستر؟ لا. كان أحد الفجار في أحد الدروس يقول للطالبات: لماذا أنتم يعني تلبسون وتحجبون وكذا، المرأة المتحجبة كخيشة فحم تمشي في الطريق. قالت له طالبة: نحن في البيت كالزهرات، نلبس الأحمر والأبيض والأصفر، ولكن في الطريق خيشة فحم تقلع عيون المتسلطين الذين يؤذوننا بنظراتهم. أيها الإخوة، الفاجر الكافر يصد الناس عن طاعة الله لأنه يريد أن يحصل شهواته. إذا النساء استترت بمن يتمتع، كيف يتمتع ببنات الناس ونسائهم؟ إذا الناس امتنعت عن الزنا، كيف يصل إلى شهواته من النساء؟ لازم يقول لهم حرية وتحرروا وخرجوا وعملوا من أجل أن يصل إلى أهوائه. فهو والعياذ بالله تعالى يصد عن طريق الله، يمنع الناس من طاعة الله، بل يريد أن يتسلط عليهم.
ويبغونها عوجا، يريد من الناس أن يعوجوا عن الحق الذي أنزله الله حتى يصل إلى أغراضه وإلى أهوائه وشهواته وتسلطه على أموال الناس أو على أعراضهم. أولئك الموصوفون بهذه الصفات في ضلال بعيد. الضلال الضياع، ضل الإنسان ضيع الطريق، ضلال ضيعوا أي طريق؟ ضيعوا طريق الحق والهداية، فيعيشون في الدنيا حياة ضنكا وفي الآخرة لهم العذاب الشديد والعياذ بالله تعالى. أولئك في ضلال بعيد، بعيد عن كل أسباب الهداية إلى ما يصلح أمرهم في الدنيا وسعادتهم في الآخرة، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.